السعودية سافرت في اليد. ابن أشرف الكبير قدم لي وفزت، كنت فرحانة خالص ومبسوطة. جوزي مات من 33 سنة وساب له أشرف 7 سنين وأيمن 5 سنين ورامي 3 شهور. خدوا مؤهلات عالية، ده كلية تجارة خارجية إدارة أعمال شعبة بريد، أيمن هندسة فنون جميلة قسم هندسة، رامي خدمة اجتماعية. فطبعا أنا ربيتهم يعني يعلم بيا ربنا لما ربيتهم يعني، وهم صغيرين ما كانت المصاريف، كنت بحاول إن أنا أوفر المصاريف دي على كديهم. فلما كبروا وطلعوا في التعليم بدأت إن أنا أجيب شوية فراخ أربيهم وبط بيبي وزجج وبيع وأعمل. فكان ربنا سندنا برضه، كانوا بيطلبوا الطلب ما كان ربنا بيبعته له على طول. وجيت أنا تعبت وحصل لنا حصل كده فشل كلوي، فكنا بندور على دونر متبرع، وجيت ماما إن هي من غير ما ابتدي أحاول أدور فوجيت إن هي ماما. فأنا سمعاه في التلفون بيقول له الحمد لله اللي أنت ما نفعتش. قلت له في إيه؟ قال لي خلاص يا أيمن ما نفعش. رحت لابسة ومشيت السرعة، كانت الساعة 9:10 بالليل، رحت أشوف فصيلة الدم، لقيت فصيلة الدم يقوم وجب. فاتصلت بابن المهندس ده بقول له اسأل الدكاترة لو سن 57 سنة ممكن هنا أديله. المهم الصبح رد عليا قال لي تعالي يا ماما، قال لي لو الكلية، لو انت ما عندكيش امراض تنفع الكلية. الحمد لله نشكر ربنا عملنا العملية وكان بألف سليم. مصاريفه في الكلية كان يقول لي لا انا اشتغل واصرف على نفسي، لكن انت كف العيال الصغيرة دياتي.